مساء الخير، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة عمل البيتزا، وهي كلها مكونات موجودة في البيت. زي ما انتوا شايفين كده، هنحط الاول معلقة خميرة، وهحط كمان معلقتين سكر وربع معلقة ملح، كوباية مية دافية، دي كوباية الكبيرة، وهبتدي بقى ان انا اقلبهم مع بعض. وبعد كده هبتدي انزل بالدقيق. انا هنا حاطه نص كيلو دقيق، يعني مقدار 4 كوبايات شاي صغيرين دقيق، وهتعاير بكوبايه كبيره يبقى 2 كبار دقيق. هبتدي بقى ان انا اعجنهم. بعد كده هحط معلقتين زيت وهكمل عجن، وبعد كده هسيبها تخمر حوالي ربع ساعة. دي بقى الصينية اللي هنعمل فيها. انا دهنتها زيت، هو نص كيلو عامل معايا 3، اللي هي الصواني مقاس 26 و28 و24. هنا بقى بعد ما خمرت هبتدي بقى ان انا اخد منها ايه، على قد الصينية بالظبط. ولما هتيجي تفردي العجينة مش هتردها تتفرد معاكي في الصينية، فانتي بتفرديها وبتسيبيها شوية وترجعي تفرديها، هتلاقيها اتفردت معاكي، تكون بس ارتاحت شوية. هنا بقى عند الفلفل والقوطة، فلفل حامي وفلفل رومي اخضر، وعندي الزيتون اخضر واسود مخلي، وهنا سوسيس. اما بالنسبه للصلصه، فانا الصراحه ما عملت الصلصه، جبت كيسين جاهزين وهحط عليهم فلفل اسود وهحط عليهم الزعتر، بيدي ريحه حلوه قوي للبيتزا. بعد كده هدهن الصينيه زي ما انتم شايفين كده بالصلصه، وهبتدي بقى ان انا احط الفلفل والقوطه والزيتون، وبعد كده هحط السوسيس. هنا بقى دخلت الفرن حوالي 10 دقايق، وبعد كده طلعتها حطيت الجبنة. انا هنا كنت جايبة عندي جبنة رومي وكان عندي جبنة براميلي، فالصراحة حطيت دول، يعني مش لازم موتزاريلا. هنا بقى لما طلعت صراحة كانت حلوة وجميلة جدا، وطعمها حلو قوي. هقطعها بقى هنا. دي كانت حلقة النهاردة، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مشتركتوش في القناة اشتركوا، وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة وصفة جديدة. كانت معاكم ايا محمد.